طلبتنا في المرحلة الثانية في قسم هندسة تقنيات الاتصالات في الكلية التقنية الهندسية نجف. السلام عليكم. نبدأ المحاضرة الرابعة عشر من مادة تطبيقات رقمية. إن شاء الله بعد انتهاء هذه المحاضرة راح تتعرفون على كيفية تنفيذ اللوجيك فانكشن باستخدام المولتيبلكسرز. بعد ذلك راح تتعرفون على مبدأ عمل الدي مولتيبلكسر، ثم تنفيذ ال 1 to 2 دي مولتيبلكسر and 1 to 4 دي مولتيبلكسر باستخدام البوابات المنطقية. بعد ذلك راح تتعرفون على كيفية تصميم الهاير اوردر دي مولتيبلكسر باستخدام اللور اوردر دي مولتيبلكسر. Implementation of logic function using multiplexer. في المحاضرة السابقة تعرفت على مبدأ عمل المولتيبلكسر ولاحظت انه يحتوي على عدد من المداخل واوتبوت واحد. اعتمادا على الباينري كود الذي يتم وضعه على السلكشن لاين، يتم اختيار احد هذه المداخل وتوجيه البيانات الموجودة عليها على الاوتبوت. راح نلاحظ كيف يتم تنفيذ اللوجيك فانكشن باستخدام المالتيبلكسر. نلاحظ مثال implement the logic function specified in the truth table below using 8 to 1 multiplexer. نطينا بالسؤال truth table. إذا تستذكرون في العام السابق كنا نجد تعبير منطقي يوضح علاقة الاوتبوت بالانبوت. التعبير المنطقي اللي نجده من truth table كان يتم تبسيطه باستخدام البولين الجبرة أو الكي ماب. بعد ذلك نرسم دائرة منطقية. الآن راح نلاحظ كيف يتم تنفيذ الوظيفة المنطقية المحددة بجدول الحقيقة باستخدام 8 to 1 multiplexer. تلاحظون أنه عدد المتغيرات هي 3 A, B, C. المطلوب تنفيذه باستخدام 8 to 1 multiplexer. ال 8 to 1 multiplexer يحتوي على 3 selection line. إذن المتغير A و B و C راح نربطهم للselection line للmultiplexer. نلاحظ من truth table متى يكون الاوتبوت مساويا إلى الواحد. نلاحظ أنه الاوتبوت مساوي إلى الواحد عندما ال A 0 والبي واحد والسي واحد. ثاني كومبينيشن للمتغيرات A, B, C يكون بها الأوتبوت مساوي إلى الواحد هو الواحد صفر صفر. ثالث كومبينيشن للمتغيرات A, B, C اللي يكون الأوتبوت مساوي إلى الواحد هو الواحد واحد صفر. رابع كومبينيشن للمتغيرات A, B, C اللي يكون الاوتبوت بها مساوي الى الواحد هو الواحد واحد واحد. اذا الاوتبوت يكون مساويا الى الواحد عند هذه الكومبينيشن. بقية الكومبينيشن للمتغيرات الاوتبوت يكون بها صفر. نلاحظ انه تم وضع المتغيرات A, B, C على السلكشن لاين للمالتيبلكسر. عندما يكون الـ A صفر والـ B واحد والـ C واحد، أي input من المالتيبلكسر يتم ربطه بالأوتبوت وإظهار البيانات الموجودة عليه بالأوتبوت. تلاحظون أنه الـ input أي input الـ input I3. الـ input I3 وينه؟ هذا الـ input I3. إذن الـ input I3 يتم ربطه بلوجيك 1 عندما تكون الـ A, B, C 1, 0, 0. إذا عدنا 1, 0, 0 على السيلكشن لاين، أي أنبوت يتم ربطه بالأوتبوت ويتم إظهار البيانات الموجودة عليه على الأوتبوت؟ الأنبوت I4. الـ I4 يتم ربطه إلى لوجيك 1. عندما تكون الـ A, B, C قيمتهم 1 1 0، السلكشن لاين اذا كان عندنا 1 1 0 اي انبوت يتم ربطه بالاوتبوت ويتم اظهار البيانات الموجوده عليه على الاوتبوت؟ الانبوت اي 6. اذا اي 6 يتم ربطه الى لوجيك 1. عندما يكون الاي بي سي 1 1 1 اي انبوت يتم ربطه من المولتيبلكسر 8 to 1 بالاوتبوت واظهار البيانات الموجوده عليه؟ اي 7. اذا الاي 7 يتم ربطها الى لوجيك 1. اذا اول خطوه
المتغيرات اللي موجودة بالتروث تيبل ربطناها إلى السلكشن لاين. بعد ذلك لاحظنا متى تكون قيم الاوتبوت مساوية إلى الواحد بالتروث تيبل. لاحظنا قيم الاوتبوت تكون مساوية إلى الواحد عند المينيتيرم الثالث والمينيتيرم الرابع والمينيتيرم السادس والمينيتيرم السابع. إذن الانبوت الثالث والرابع والسادس والسابع للمالتيبلكسر يتم ربطها بلوجيك 1، بقية الانبوت يتم ربطها بلوجيك 0. لماذا يتم ربطها باللوجيك 0؟ لأن لاحظتم من التروث تيبل انه الاوتبوت يكون مساويا للصفر عند بقية الكومبينيشن اللي تظهر بها المتغيرات A, B, C. نأخذ مثال آخر. Implement the logic function specified in the truth table below using 8-to-1 multiplexer. مطينا truth table. تلاحظون أنه truth table يحتوي على 4 variables A, B, C, D. المطلوب إيجاد الوظيفة المنطقية المحددة بالtruth table باستخدام 8-to-1 multiplexer. الـ8-to-1 multiplexer يحتوي على 3 selection line، بينما عدد المتغيرات المعطات في التروث تيبل هي 4 متغيرات. نربط 3 متغيرات إلى السلكشن لاين، نختار 3 متغيرات A, B, C، يتم ربطهم إلى السلكشن لاين للـ 8-to-1 multiplexer. نلاحظ علاقة الأوتبوت بالمتغير المتبقي عند كل كومبينيشن من هذه الثلاث متغيرات. تلاحظون عندما تكون المتغيرات A, B, C قيمتهم صفر، عندنا 2 راو تكون قيمة الـ A والـ B والـ C بيهم صفر. بالراو الأول تكون قيمتهم صفر لما قيمة الـ D صفر، وبالراو الثاني تكون قيمتهم صفر لما قيمة الـ D واحد. نقارن قيمة الـ output مع قيمة المتغير المتبقي D. تلاحظون أنه بالصف الأول لما الـ A والـ B والـ C صفر صفر صفر، الـ D قيمتها صفر والـ output قيمتها صفر. بالصف الثاني لما الـ A والـ B والـ C قيمتهم صفر، الـ D قيمتها واحد والأوتبوت قيمته واحد. كذلك عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C صفر صفر واحد لدينا 2 راو. عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C صفر واحد صفر أيضا لدينا 2 راو. عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C صفر واحد واحد أيضا لدينا 2 راو. عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C واحد صفر صفر تلاحظون أيضا لدينا 2 راو. عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C 1 0 1 أيضا لدينا 2 راو. عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C 1 1 0 أيضا تلاحظون لدينا 2 راو. عندما تكون قيم الـ A والـ B والـ C 1 1 1 أيضا لدينا 2 راو. عند كل combination من الـ A والـ B والـ C نقارن قيمة الـ output مع قيم المتغير دي. إذا قيمة الأوتبوت مماثلة لقيم المتغير دي، الأنبوت الذي يتم اختياره عند هذا الكومبينيشن يتم ربطه بالمتغير دي. أما إذا كانت قيم الأوتبوت كومبليمنت لقيم المتغير دي، الأنبوت الذي يتم اختياره عند هذا الكومبينيشن يتم ربطه بالدي كومبليمنت. أما إذا كانت قيم الأوتبوت صفر بغض النظر عن قيم الدي، الانبوت الذي يتم اختياره عند هذا الكومبينيشن يتم ربطه بالصفر. اذا كانت قيم الاوتبوت واحد، الانبوت الذي يتم اختياره عند هذا الكومبينيشن يتم ربطه بلوجيك 1. فتلاحظون راح تكون الانبوت للمالتيبلكسر اما واحد او صفر أو المتغير المتبقي أو الكومبليمنت للمتغير المتبقي. الآن راح نلاحظ قيم الأنبوت للمالتيبلكسر. تلاحظون بالكومبينيشن 0 0 0 إذا عدنا مالتيبلكسر 8-to-1 والسلكشن لاين إلى 0 0 0 يتم ربط الأنبوت I0 بالأوتبوت
والبيانات اللي موجودة على الـ I0 يتم نقلها إلى الـ Output. لما الـ A والـ B والـ C 0 0 0، نلاحظ أنه الـ Y نفس قيم المتغير D، إذن الـ I0 يساوي المتغير D. نلاحظ عندما تكون الـ A والـ B والـ C 0 0 1، إذا كان على الـ Selection Line 0 0 1، بمعنى أنه الـ Input I1 يتم ربطه بالـ Output، وبالتالي البيانات اللي موجودة على الـ I1 راح تظهر على الـ Output. نلاحظ ماذا يتم ربطه إلى الـ I1. تلاحظون بالصف الأول لما الـ A والـ B والـ C 0 0 1، الـ Y قيمتها 1 والمتغير D قيمته 0. بالصف الثاني لما الـ A والـ B والـ C 0 0 1، الـ Y قيمتها 1 والمتغير D قيمته 1. تلاحظون أنه قيمة الـ Y 1 بغض النظر عن قيمة المتغير D. تغيرت قيمة المتغير D من الصفر إلى الواحد، لكن قيمة الـ Y 1. إذن يتم ربط الـ I1 إلى Logic 1. عندما يكون الـ A والـ B والـ C 0 1 0، نلاحظ أنه بالصف الأول لما الـ A والـ B والـ C 0 1 0، الـ Output 1 بينما D 0. بالصف الثاني لما الـ A والـ B والـ C 0 1 0، الـ Output Y 0 بينما D 1. إذن تلاحظون أنه الـ Y هنا هي complement للـ D. إذن الـ Input I2 يتم ربطه إلى D complement. الـ Combination للمتغيرات A B C 0 1 1، عندنا على Selection Line 0 1 1، نلاحظ قيمة الـ Input I3. نلاحظ الـ Output Y بالصف الأول لما الكومبينيشن للمتغيرات A B C 0 1 1، الـ Y 0 والـ D 0. بالصف الثاني لما الكومبينيشن للمتغيرات A B C 0 1 1، الـ Y قيمتها 0 والـ D 1. إذن بغض النظر عن تغيير قيمة الـ D، الـ Y قيمتها 0. إذن الـ I3 يتم ربطه إلى Logic 0. عندما الكومبينيشن للمتغيرات A B C يكون مساوي إلى الواحد 0 0، نلاحظ أنه لما ندي 0 الواي قيمتها 1، لما ندي 1 الواي قيمتها 0. إذن الـ Input I4 يتم ربطه إلى المتغير D complement. عندما يكون الـ Combination للمتغيرات A B C 1 0 1، تلاحظون أنه لما ندي 0 الواي قيمتها 0، لما ندي 1 الواي قيمتها 0. إذن بغض النظر عن تغير قيمة الـ D، الـ Y قيمتها كانت مساوية إلى الصفر. إذن الـ Input I5 يتم ربطه إلى Logic 0. عندما يكون الـ Combination للمتغيرات 1 1 0، تلاحظون أنه لما قيمة الـ D 0 الـ Y قيمتها 1، ولما قيمة الـ D 1 الـ Y قيمتها 1. إذن بغض النظر عن تغير قيمة الـ D، الـ Y كانت قيمتها مساوية إلى الواحد. إذن الـ Input I6 للمالتيبلكسر يتم ربطه إلى Logic 1. عندما يكون الـ Combination للمتغيرات A B C 1 1 1، يعني عندنا 1 1 1 على Selection Line، نلاحظ الـ Y عندما تكون قيمة الـ D 0 الـ Y قيمتها 0، عندما تكون قيمة الـ D 1 الـ Y قيمتها 1. إذن الـ Input I7 للمالتيبلكسر يتم ربطه إلى المتغير D. تلاحظون أنه المالتيبلكسر 8-1 السيلكشن لاين إلى هو ABC، الأوتبوت 1، الأوتبوت تلاحظون Y هو نفس الأوتبوت التروف تيبل. المتغير المتبقي اللي ما تم اختياره كسلكشن لاين هو المتغير D. قارنا قيمة الـ Output Y مع قيمة المتغير D عند كل combination يظهر على السلكشن لاين. فتلاحظون أنه الـ I0 للمالتيبلكسر تم ربطه بالمتغير D، الـ I1 بالمالتيبلكسر تم ربطه بلوجيك 1، الـ I2 للمالتيبلكسر تم ربطه بالD complement، الـ I3 للمالتيبلكسر
تم ربطه بلوجيك زيرو، الاي 4 للمولتيبلكسر تم ربطه، تلاحظون الاي 4 للمولتيبلكسر تم ربطه بالمتغير كومبلمنت، تلاحظون هذا الدي كومبلمنت للاي 4، تلاحظون انه الاي 5 للمولتيبلكسر تم ربطه بلوجيك زيرو، الاي 6 للمولتيبلكسر تم ربطه بلوجيك 1، الاي 7 للمولتيبلكسر تلاحظون تم ربطه بالمتغير دي.